باين سميتي عمر. انا عمري تقريبا 31 سنه هكاك، يعني ولد 88. انا المنطقه ديالي اوريكا اصلا، اوريكا انا والدين ديالي من اوريكا. توفيق من الله، السيد اللي كيجيب لي السلعه كان تعاون معاه انا وياه، كان يجيب واحد شويه ديال التوت من الغابه وهو يجيب شويه، وبدينا نخلصو كذا كذا. قال لي دير هذا المشروع ديال الزعتر وداكشي، قلت ليه واخا ماشي مشكل. انا ما كنجمعوش لانه ما ما ما, ما بعيد عليا، انا كون قريب ليا دي نجمعو ماشي مشكل، ولكن كنشري وعاود نبيع فيه البيع، فهمتيني؟ كمية باينة راه عندي الله، 100 درهم، 100 ربطات، 100 درهم، انا كنخرج منها هذا الخير، هذا تا كلشي قدامك ان شاء الله. تا حاجة ما فيها عيب، وتا حاجة ما كاينة. نربح 100 درهم الا راك عارفة هاد المهنة، الا عطينا لك هاد المهنة باش تخدمي فيها راه تخدمي فيها، ولكن تردي البال لراسك، فهمتيني؟ من جميع الحوايج، خصكي تخرجي السلعة كي تعرفي تخرجيها وتدخليها، فهمتيني؟ فين غادي تمشي هاد الفلوس هادي، فين ضيعها؟ هناك مسؤولة، كاين هادشي اللي ما كاينش. ما قريتش القراية حيت ما فهمتش، ما قريتش القراية ديالي حيت عوامل، ما كاينش عندي الإمكانيات من قبل، من الأول ما كاينش الإمكانيات. تا والدينا اللي سووا فينا ايمان ما قريناش وداكشي، ما صوب الله ما نقراش، ما غاديش نقرا، صافي راه دار لي الله العمل ديالي. انا هو قلتي عبادة، عمل وعبادة، حتى العبادة صفت العبادة، العبادة هاد العمل. احنا راه شحال من حاجة مشات علينا هنا، راه الله وفر لينا وصافي. ما ماشي ما غاديش نبقى نخدم انا في المدينه، ما خدامش ليا المدينه نهائيا. ماشي ما نصورش فيها طرف الخبز، غادي نصور فيها طرف الخبز، لكن ما كايناش الثقه كاينه في الله، الثقه ديما في الله، ما راه الثقه في البشر صعيبه. يعني نوفر اليوم، انا عندي سميتو ديالي ضعيفه جدا، عندي المقابل ديالي ضعيف جدا، شنو ندير ليه؟ ملك كما ربي رجع الانسان لله تعالى، اللي كيبا يعطي الرزق، الرزق عند الله كثير جدا. انا كنجدو الرزق من عند الله ماشي من عند العبد. ما كيهمنيش انا الفنان، الفنان الا كان فنان فنان الراسو ماشي تا هو مسؤول على يوم القيامه عند الله. فنان فهمتش، هم مولاهم اللي خلقهم، ماشي منهم اللي انا اللي غادي نتكلم معاهم بحال هكا، اللي كتذكر منهم الله سبحانه وتعالى اللي خلقهم. لان الانسان خصو يكون قانع بداك الشيء اللي عنده، الانسان اللي يكون قانع بداك الشيء اللي عنده كيشوف شي حويجات اخرين، فهمتيني؟ صوب الله تعالى ان شاء الله، ما يكون غير خير ان شاء الله، ربي صوب شي بخار بديما هو كيصاوب. خصني نتقرب لله، خصني نعرف الله، خصني نعرف الله باش خصني نعرفو، خصني نعرفو وندير داكشي اللي قال ليا، خصني نقعد معاه نتذكر مع نفسي، الله يسمح لينا صحي ان شاء الله. كل واحد كيتمنى الجنه، شكون اللي قال لينا راه غادي ندخلوا الجنه ولا غادي ندخلوا الجهنم؟ فهمتيني؟ حتى واحد ما علم عليها الا الله تعالى، حنا غير كنستعملوا دوك الحوايج اللي قال لنا الله خصنا نديروه، صافي تعداش الحدود ديال الله تعالى. الانسان كله هو خطا، كل الانسان معصوم، كلكم خطا، الانسان خاطئ. الطموح ديالي هو الخدمه، العمل الصالح. نتمنى شحال من واحد كيتمنى في هاد الحاجه، صوب لي الله نرضي صوب. ومن يتقي الله يجعل له الله مخرجا، الانسان يتقي الله عز وجل. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.